stiamo la sera passata a fare la persona. E della dama c'è che sta venendo, che comunque perché la prima c'è il sabato e dopo la sera si passa a fare la donna, la donna c'è in maniera che si può passare a fare la donna. Se sapevo qua che non può passare. E la donna è in salsa, in pranza, و
واله يا خير لا وبجاه للقسى كل لين يدرك ما ببالا يا الله بسهلا الجمال يا مجمل يا جميل إن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهلا الله يا الله بالسهل وابنه مولى صلالة بالمهاجر وبخالق وابنه مولى صلالة والمقدم والعلوي للدرك ذولا رجالا يا الله فبهم يا رب حول حالنا لأحسن حالا واكفنا شر عدانا وامح بالنور الجهالا الله يا الله بسهالا الجمال يا مجمل يا جميل إن عادتك الجمال جمل الدنيا والأخرى خلها تعبر سهالا يا الله يا الله بسهالا واهدنا الحسنى ويسر أمرنا يسهو المنالا رب وفق وارضى عنا يا مسهل بالجمال يا الله يا الله بالسهل Yeah, the night, I'll go to the hospital, I'll go to the hospital,
المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك يا الله الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله
مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله المغني يا الله المعطي يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله جل جلاله من تبارك الخير والعافية اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلى إتجاه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك مكانتك لديك محبتك له ومحبته لك وبالسر الذي بينك وبينك أسألك أن تصلي وتسلم عليه وعلى آله وصحبه وضاعف اللهم محبتي فيه وأرفني بحق رتبه ووفقني باتباعه والقيام بأدبه وسنته وأجمعني عليه ومتين بلبيته وعسيني بمكالمته وارفعني العوائق والعلائق وسائط والحجاب وشمر سمعي معه الى ذي الخطاب مهين للتلقي منه واهل لخدمته واجعل صلاتي عليه نورا نيرا كاملا مكملا طاهرا مطهرا ماحيا كل ظلم ظلما وشك وشد وكفر وزور ويد واجعلها سببا للتمحيص ومن قد ينال بها على مقام الاخلاص والتقصير حتى لا ينفع في ابدانيه بغيرك وحتى اسمع لحضرتك واكون من اهل خصوصيتك مستمسكا بذنبه وسنته صلى الله عليه واله وصحبه واهل بيته اجمعين في كل وقت وحين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا الله يا نور يا حق يا مبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصوى وكل حجر ومدر خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة
وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات. وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى. وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك علا مرضيا لتبعثه شفيعا حفيا. وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود. وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا حوضه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبهج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب العدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وسعت الأجساد والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما سليت الخمس وما تألق برق وتدفق ودق وما سبح رعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم كما قام بأعباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فأعطه اللهم سؤله وبلغ مأموله وآته الوسيلة الفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة. اللهم أبلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وبعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وضر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذرياته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم
نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض يدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم كما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرجت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك ورحمة وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام واجتناب الآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاعد الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضي بالنبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي زمزمي المقي تهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها قبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره وصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوط الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها ذماما وأصفاها رغاما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الإحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله عودا وبدعا صلاة تكون ذخيرة ووردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسمى به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروا في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضعف الله عليه دائم صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والموقد من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي الله
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي رسول الملك الكون الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد صلاة تنجينا بها من حر جهنم ومئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مصائب وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له ونعل الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والقفار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار واجعل اللهم صلاة عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصلة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها بعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة باسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم العظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاء أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال وأسألك باسمك العظيم العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمة العظماء والملوك والسماء والهوام وكل شيء خلقته يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة النبي نبيا من نبي الأوائل والأوائل وتغذي لنا بها جميع ما جاء آمين 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 يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت آمين. سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدسا في جبروته إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير أن لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا
ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا. اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا هو من لا هو إلا هو، يا من لا إله إلا هو، يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي، يا من هو الحي الذي لا يموت، يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الديان الحنان، المنان الباعث، الوارث ذا الجلال والإكرام. قلوب الخلائق بيدك، نواصيهم إليك، فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم. فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه، وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورحمتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية، وعاطف علينا بالرحمة والبركة منك، وألهمنا الصواب والحكمة. فنسألك اللهم علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى عارفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه، واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا رحمن. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بدر التمام، 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 اللهم صل على نور الظلام، 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 اللهم صل على مفتاح دار السلام، 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 اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، 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 اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. يا رحمة الله إني خائف وجل، يا نعمة الله إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني. فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني، وكن غناي الذي ما بعده فلس، وكن فكاكيا من أغلال عصياني. تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الورق في أوراق أغصاني. عليك يا عروة الوثقى ويا سند الأوفى، ومن
مدحه روحي وريحاني، نبي الهدى ضاقت بي الحال في الورى، وأنت لما أملت فيك جدير، فسل خالقي تفريج كربي، فإنه على فرجي دون الأنام قدير. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها أمورنا، وفرج بها همومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها أحوالنا، وبلغ بها آمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها حوبتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها ألسنتنا، وآنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وفي حياتنا وموتنا، وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا، وظلا في القيامة على رؤوسنا، وثقل بها موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذي الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وآله وسلم ولم نره فمتعنا، اللهم في الدارين برؤيته، وثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين، وانفعنا بمن طغت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وأوردنا حوضه الأسفى، واسقنا بكأسه الأوفى، ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نستشفي به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول أعمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا، فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تتردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا، وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتبعنا تركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. حرك مطاياك وارحل إلى حما
سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي سادات نطوي المراحل حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا عيسى عيسى ومكاني ما سيقف أسبيك رسول الله على العقيق السماء نحن أسود العيون على العقيق السماء نحن أسود العيون ما ظن مجنون ليلى حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا إلى رسول الله حرك مطايا كوارحل إلى حما سيدي حرك مطايا كوارحل إلى حما سيدي حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا إلى رسول الله مسكت حبل المطايا فقلت يا حملوني مسكت حبل المطايا فقلت يا حملوني إلى منازل قومي ساروا ولا ودعوني إلى منازل قومي ساروا ولا ودعوني إلى رسول الله حرك مطايا إلى حمايتي حرك مطايا سيدي سادات نمو المراحل حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا إلى رسول الله جاني رسولي ويضحك وقال أبشر بصلحك جاني رسولي ويضحك وقال أبشر بصلحك بحق عيشك وملحى هم بالوصال أوعدوني بحق عيشك وملحى هم بالوصال أوعدوني إلى رسول الله حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي وقبل يديهم سر يا رسولي إليهم سرعا وقبل يديهم واقرأ السلام عليهم لعلهم يرحموني واقرأ السلام عليهم لعلهم يرحموني إلى رسول الله حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي سادات نطوي المراحل حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا سادتي خلفوني أبكي ذما من عيوني يا سادتي خلفوني أبكي ذما من عيوني بكيت حتى رثاني طير فوق الغصوني بكيت حتى رثاني طير فوق الغصوني إلى رسول الله
حرك مطاياك وارحل سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي سادت المراحل حرك مطاياك حرك مطاياك حرك مطاياك حرك مطاياك إلى وصول الله حفرت قبري فقلت بالله يا أدفنوني حفرت قبري فقلت بالله يا أدفنوني واكتب على هذا لوح قاتل سمى عيوني واكتب على لوح قبري القاتل سمى عيوني إلى رسول الله هلك بطاياك وارحل إلى حما سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي سادت نطوي المراحل حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا حرك مطايا إلى رسول الله فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني فيا عيوني عيوني ويجفوني جفوني ويقول ايمي تصبر على الذي فارقوني ويقول ايمي تصبر على الذي فارقوني إلى رسول الله حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي حرك مطاياك وارحل إلى حما سيدي سادت نبض المراحل حرك مطايا حرك تعالى وبركاته الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تمبيو دقيقة 2 opening remarks كلمة الافتتاحية ili tuweze kujua kwa nini tuko hapa tuko katika hauli ya mmoja katika mabwana wakubwa al-Imam al-Jazuli ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'ani baadhi ya viumbe ambao amewanyenyua na amewachagua ambao ni alama moja miongoni mwa alama ya kuieneza dini ya Kiislamu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila Mola Subhanahu wa Ta'ala asema minal mu'minina miongoni mwa waumini rijalun kuna mijana dume kama anavyotafsiri kipenzi changu fadilatul sharif khitami kuwa ni mijana dume na mijana dume au wanaume sio rujula bi maana dhukura kuna tofauti ya rijal rujula na rijal dhukura Rijal rujula hii ni martaba katika maratib ya wanazuoni au wacha Mungu wanapofika katika martaba tusiddiqiyatil kubra. Watu wanapokuwa mawali
wanafika katika daraja ya siddiqiyatil kubra ama rujula, na aweza akawa ni mwanamke na aweza akawa ni mwanamume. Wewe waweza kuwa ni mwanamume mwenye sifa ya dhukura, lakini usipate nafasi ya kuingia katika daraja ya rijal, ambao kwamba ni martaba ya siddiqiyatil kubra. Utamwona bibi Maryam alayha salam katika umri wa miaka 8, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza daraja yake ya siddiqiyatil kubra, akimwambia huyu ndio Isa alayhi salam, na mamake ambayo kwamba walikuwa wakila chakula, kanat siddiqa, alikuwa ni siddiqa. Siddiqa si ukweli au kuwa mkweli, siddiqa ni martaba ya siddiqiyatil kubra. Na ndo tamuona sayyidina Abu Bakar, alaitwa sayyidina Abu Bakar as-siddiq. Siddiq si ukweli tu, ni martaba ya wilaya. Na ndo takuja kumuona sayyidina Ali katika kusitiziza maneno yake, alikuwa akisema ana siddiqiyatul kubra, mimi ndo huyo as-siddiqiyatul kubra, yule ambaye kwamba amefika katika martaba haya ambao Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Mwenyezi Mungu ana mijana dume ambao wamemsadikisha, wamesema kweli katika yale walomwaahidi Mola. Faminhum, miongoni mwa hawa qadha nahba, wameondoka katika dunia. Waminhum man yantadhir, na baadhi yao wasubiri. Ndio moja katika lengo ya majlisi kama haya. Hatujui vijana wetu ikiwa hawatojua mishiko ya kushika na mwenendo wa kufuata, tuweza tukapoteza hii siddiqiyatil kubra, ikawa kama maneno mengine wanavyozungumza wengine. Haya ni kuwapeleka watu katika daraja ambazo kwamba sizo zao, lakini hasha lillah. Kila tunapowatambua watu wetu, kila tunapowajua watu wetu, kama anavyosema Mola Subhanahu wa Ta'ala, wadhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushe ewe bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu na masiku ya Mola. Na miongoni mwa masiku ya Mola ni kuangalia waja wa Mola ambao waliofika katika martaba kama haya. Al-Imamu al-Jazuli, kama atakavyoelezwa, alikuwa sio tu mwenye kufanya ibada, bali alikuwa ni mwanachuoni mkubwa katika karne ya 9. Amesomesha katika umri wake wote, wanavyosema kuwa miaka 70, 70 years old, hajawacha darasa yake hata ya kila siku, anakete akisomesha. Na alipoamua kwenda Maghrib, sehemu za Morocco, kwenda kutafuta ilmu, katika chumba chake cha kulala ilikuwa haingii mtu. Fanakasha ala judrani, katika ule ukuta wa kuingia chumbani mwake, alinakish, akaandika jina al-maut, al-maut, kifo, kifo. Hiyo ndo sehemu ilikuwa mahala pake pa ibada. Na alipotoka yaumu minal ayam, akampata mwanamke mmoja alomtolea ajabu. Akamwona huyu mwanamke ana martaba au ana jambo analolifanya la ajabu. Akamuuliza, umefika vipi katika hii daraja yeye mwanamke? Mimi nimesoma kwa wanazuoni kadha wa kadha, nimesomesha miaka nyingi, lakini wewe umeonyesha ajabu, sijaona ajabu kama hii. Mwanamke aliofika katika martaba tusidiqiyatil kubra, ndio akampa motisha al-Imam al-Jazuli kutunga hii ni kitabu ambacho kwamba yasomwa kila siku, Dalailul Khairat. Akamwambia, ya al-Imam, mimi nimefika katika daraja hii kwa sababu ya kumswalia bwana Mtume Muhammad. Umeona ajabu kubwa ulilochokiona, lakini kikubwa kilichonifanya kufika hapa ni as-sala ala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Jazuri akaamua kuanzia hapo aanze kumtungia bwana Mtume Muhammad salawat na nagamat na maneno ambayo kwamba hayakutumika kabla na baada. Na huyu alipata daraja kubwa sana, daraja kubwa sana, na mengi yataelezwa. Hii ni moja katika sababu ya kuwa katika majlis kama haya. Kwa hivyo tutie nia ya kuwa tumekuja katika jalsa, wa inda dhikri salihin tatanazzalu rahmat, tunazitaka hizo rahma za Mola. Na tutie nia insha Allah Taala tumuige huyu bwana kama tutakavyosikia katika wale wazungumzaji walikuwa wamepangwa. Sikuzungumza isipokuwa ni kufuata amri, nyote mmeona ni kuchukuliwa juu juu. Na insha Allah Taala siku nyingine tutajipanga kwa uzuri tuzungumze kwa namna inavyostahili. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Ustaz ametueleza mambo muhimu sana, hata nilikuwa nataka kumpa zile dakika 3 nyingine, lakini sasa tutakwenda
kwa main speaker of the day of the night. We'll have an English khutbah by none other than Sharif Muhdar Khitami, the son of our great Sheikh who passed on some time back, an alim of the city of Mombasa. And I wouldn't like to waste any more time except to invite our main speaker, Sharif Muhdar Khitami, so that he can take us through. Fadiya tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى فبهداه مقتديه My dear brothers, elders, scholars, this is a great honor for me given by the organizers of such a wonderful gathering, a sacred gathering, and there is no gathering better than this. And I've been asked to say a few words about this gathering, about the salawat, about Imam Jazuli in English. And I find it very difficult to stand in front of 95% of people who are not English speakers. I don't know why they chose English, which should not be the case, because if 90% are the Swahili speakers, I don't see the reason. But for the interest of the students, because this is for them, this is for the young boys. It's not for us. We are finished. We have very few years to live. They are the ones who are going to take over. So whatever that we have to tell them, this is the time, because they are going to take over from us. In any case, I will try to combine Kiswahili and English for the interest of our students. I know the organizers would want or would appreciate to have English, and as far as I'm concerned, it's just a language. And it cannot be richer than Arabic. It cannot be richer than Kiswahili. It's just a medium of communication. And if people can understand the language, our language, why should we resort to English? What is there in English language that is not there in Kiswahili or in Arabic? Arabic is far much broader, far much richer. There are things you cannot translate. At least in Kiswahili, you get the gist of what is there in Arabic, but not in English. I'm sorry to say that. These are the trends that we have from colonials to think that English is supreme. English has never been supreme, and it will never be. We should not be proud. We should not try to put our programs that we have English language. We should not be proud of the language of our enemy.
In any case, this occasion I was invited to speak in English. Well, I had not prepared, because these things are, you know, you don't need to prepare. There's so much to be said about Imam Jazuli. There's so much to be said about Tasawwuf. There's so much to be said about Salawat. And I cannot dwell into all those three things. I'm sure other speakers would be here. They will come and explore. Nimesema maneno machache kwa Kiingereza. Nimeambiwa nizungumze Kiingereza. Hapa si mahali pa kuzungumzwa Kiingereza, ikiwa 90%. Na nasema watu wasiwe na ugonjwa wa kuona Kiingereza kiko juu. Mpaka kwenye program zetu tutie lugha za Kiingereza. Twasema Kiingereza kwa dharura, ili watu waweze kufahamu. Sioni sababu Kiingereza hakijawa bora kuliko Kiswahili au Kiarabu. Kiingereza hakikufungamana na dini na mila na dasturi za Kiislamu. Kwa nini watu wajifakhiri kwa lugha hii? Kwa nini watu wajifakhiri kwa lugha hii? Lakini kwa sababu nimeambiwa nitafuata amri ya waliofanya, lakini sioni sababu, ikiwa watu walioko Mombasa, watu wamezaliwa katika mji wa Mombasa, wamekulia katika mji wa Mombasa, wakiwa hawafahamu Kiswahili au Kiarabu. Kwa sababu kweli Kiarabu ni kitu ambacho kwa maana lazima ukisome, lakini Kiswahili utafahamu tu. Lakini kwa sababu tumeambiwa, na nimesema hafla hii kuna vitu vitatu. Kuna kitu tuizungumza tasawuf, tena in this age of globalization. Je, tasawuf yahitajika sasa kama ilivyohitajika wakati ule? Kisha tuna kitu kingine, tuangalie hizi turuk, kazi zake ni nini, zimefanya nini ulimwenguni. Kisha tuangalie salawat, na zote hizo haziwezi huwezi kuzibana zote kwa wakati mmoja, lakini tutaangalia mambo muhimu. The most important thing ni kwenda kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu, fabihudahu muqtade, kwa njia zao, kwa namna walivyoongoka wao, basi na nyinyi fuatani. Na hii ndio katika uslubu wa Qur'ani. Maneno mawili have vast meaning. Maneno fabihudahu muqtade, kuna tafsiri ndefu, kuna maneno ndefu, na ndio fasaha ya Qur'ani. Kama Mwenyezi Mungu aliposema, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, je, ni sawa yule aloumba na yule ambaye kwamba hakuumba? Sasa ukiona wewe utaona vipi kuumba na kutoumba.
lakini kuna tarikh, kuna nini, kuna tauhidi pale ndefu, kuna maneno ya Mwenyezi Mungu, kuna tauhidi, kuna sifati za Mwenyezi Mungu, kuna dhati ya Mungu katika aya hiyo. Na hapa pia kuna maelezo marefu, fabihudahu muktadi, kwa sababu Qur'ani is based on people, it's not based on scriptures. Magombo sio muhimu, it's the people. Kutoka mtume mpaka masahaba, those are the symbols of God. Wale ndio rams. Ndio kona ukisema za zote sema ihdina siratul mustaqim, guide us in the straight path, the path of those thou hast favored. You follow people, you don't follow scriptures, you don't open a book and be guided. You'll get your guidance from people. Ihdina siratul mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim. There is God clearly stated in his book, wal asr, by the token of time through ages, verily man is in great loss. Innal insana lafi khusr, verily man is in great loss. Illa alladhina amanu, except those who believed. It's not the only, it's not belief only. Wa amilu salihati, and they do good deeds. And after good deeds, you enjoy what is good. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. It's layers. There is a popular hadith. Kuna hadithi Mwenyezi Mungu katika aya hini atuambia, wal asri innal insana lafi khusr, wal asri, aapa kwa alasiri, hakika binadamu uko kwenye upotevu mkubwa sana, binadamu yoyote isipokuwa, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Na kuna hadithi kubwa sana ambayo kwamba yaitwa hadithi Jibril. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameketi na masahaba zake, mara akatokea mtu ambaye kwamba yule mtu ni mgeni, ni atoka safari, lakini hana dalili ya kuwa ni msafiri. Akaketi, fa asnada rukbatai ila rukbatai, akatukua magoti yake akayaweka magoti kwa mtume. Watu wakastaajabu, he came and sat in front of Prophet Muhammad, he kept his knees on his knees. It was something very, very strange. But according to the teachings of Prophet Muhammad, they could not say anything, they could not ask anything. The companions, when they were in front of Prophet Muhammad, they will never ask anything. And the man asked about Islam. Prophet Muhammad gave the answer. The man also asked about Iman. He gave the answer, Arkanul Iman. And then he asked about Ihsan. Prophet Muhammad gave them the answer, Anta abudallaha ka annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. And then he asked them, do you know this man?
Namjua huyu mtu? Sidna Umar akainuka sema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume ndo mjuae. Sidna Umar ashaona perception yake nyingine, this is a different person altogether. Akaambia, this is Jibril, he has come to teach you the knowledge. Amru dinikum, amekuja kuwafundisha dini yenu. So the deen, it comprises of three things: Sharia, and then tariqa, Sharia and haqiqa. Haqiqa is to have a comprehension of God. You don't comprehend God, you comprehend his kingdom. And you cannot do that, you have to train yourself. And that is what tasawuf is all about. Nabi Musa, he was asked, who is the most knowledgeable person? He says, I'm the most knowledgeable person. Atayna hukman wa ilman, God has given me this. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddith. God told him, no, go to the tip of Suez Canal, you will meet the most knowledgeable person. Nabi Musa aliulizwa, yeye ni nani? Nani mjuzi? Akasema, mimi ni mjuzi. Mungu akamwambia, wewe si mjuzi, nenda utapambana na mtu katika maraja al-Bahrain, baina bahari mbili, baina Red Sea na Mediterranean, pale utampata mtu. Akenda akapambana na mtu. It's a long story which is known to every one of us, but here there is a great teachings. The Nabi Musa was a great prophet. Khidr was lower than him, but he was given knowledge that was not given to Musa, that Musa did not know. The knowledge which we have, knowledge ambayo kwamba sisi tunayo, yatumia akili, twatumia sensi zetu, twatumia macho, twatumia mkono, lakini hatutumii moyo. You don't see through your hearts. Sasa ni lazima upate elimu ya kupita kwenye moyo, uwe utaviona vitu amwenye mato hayaoni. Hii ndio makamu lihsan. Akaona vitu, akamwambia, vipi, ataktuluna, wewe wamuua mtu, mtoto, zakiyatan bighairi nafsin, lakad jita shay'an nukra. To him it was, the perception that he had was different, but the reality, Khidr knew the reality. So the tasawuf teaches you how to clear that soul. It's the level. That is what Imam Jazuli was all about. Imam Jazuli was born in Fez, the land of great sense. He was not the only one. He was only a descendant of all the sense that were there. He became the follower of Shadhili Tariqa. After many, many, many years, he studied in Fez. He grew up there. He was a great scholar. He spent 40 years in Mecca and Medina learning and integrating with great scholars. He spent 17 years in Uzla meditation. 17 years. You see, when we visited Habib Zain,
bin Smith in Makkah, in Medina, he once told us, Habib Zain alituambia, tulipokuwa na Madina, alituambia, you people, students, when you look at great people, you look at their greatness. You don't look at where they came from, how they achieved, how were they when they grew up, the path that they followed, and the challenges that faced them. Usimwangalie yule shekhe pale alipo, mwangalie alitoka wapi. Mujahada, how he started. Imam Jazuli hakuanza hivi hivi, alisoma vitabu vyote vya Maliki, kina Muwatta, kina vinginevyo wote, akasoma kwa mashekhe kwa miaka mingi, akaenda Makka na Madina miaka 40, akasomesha kama alivyoelezwa hapa. Ile mujahada wake ulikuwa mkubwa sana, akaona hakuna kitu cha kumpeleka kwa Mungu na mtume wake isipokuwa kwa mtume, ndo akatunga hii dalailul khairati. Ndio Sayyid Muhammad Ali al-Maliki, he was telling his followers, disciples, his students, if you can't find a sheikh, you can't go to God without a sheikh. You can't. You need a sheikh to take you. How would you get a sheikh? He gave them a very important thing. He said, if you are looking for a sheikh, then concentrate on salawat. Msalie mtume mara alfu kila siku, utapata shekhe wako kupeka. You see, if you want to go to God, you got to pass through Prophet Muhammad. Inni tarikum fikum thaqalain, I've left you two heavy things, heavy weights. Kitabullah wa itrati, the book of God, Quran, and his descendants. You cling on them. Unfortunately, the world now, either people have clinged to the book of God, but not to the descendants. They have left the descendants. They have left the prophet. They don't want even to say the supplication of the prophet. Everything is bid'ah. They have got Quran. They will not reach anywhere. They will not reach anywhere with Quran. Or there are people who are with the descendants, but not with the Quran. But Ahlus Sunnah, our tariqas, have both Quran and the descendants. And these are the people why we are here today. These are the people that we are proud of. When you look at yourself, you are here temporarily. We are here temporarily. We are not here for good. We cannot live here permanently. You don't live in a plane. You don't live in a plane or in a bus. That is only a means of taking you somewhere. Or you don't live at the airport. Hakuna mtu anaishi ndani ya ndege au airport.
ile ni njia tu ya kukupeleka, lakini sote tutakufa. Na tukifa, na this is the time, the soul, kama mtu akiwa ulimwenguni, ukiwa wewe baada ya miezi mitatu, baada ya miezi sita, wenda kwa check up, wenda kwa hili, wenda kwa hili, you are looking at your physical world. You also need to do some checkups spiritually. You, lazima wewe ukiwaenda kwa daktari kujipima na kuangalia, ni katika ulimwengu huu, which is very very temporary. Ni temporary tu hapa. Yalla yalla, miaka 80 90 kwisha. Lakini kuna huo ule maisha ya mwisho, ile ni ile roho, na ndio ikawa ile roho ina walimu wake. Kuna dada atakuzaa wewe, yule amekuleta hapa ulimwenguni, wala hakukuleta kwa kukusudia, yeye ampanda kitandani, amfanya starehe tu. It's just an accidental. It's a biological father. It's just an accident. Lakini the most important father is the one who takes you to God. Yule akupekae kwa Mungu, akupeleka kwenye eternal life. Yule ndio muhimu. These are the great people. Ndio Habib al-Habshi akisema, when he was talking about his father. Habib al-Habshi had a great father, and his father is Abu Bakr al-Attas, Abi Bakr Kabir al-Ras. Asema murido na la ma yarju yujibu inda ma yadu. This father, whenever I call him, he's there. Whenever I call him, he's there. Yujibu inda ma yadu. Waruhu inda na dawar. He is always with me. His spirit is always with me. Mwenyewe Habib Bakr al-Attas akimwambia Habshi, akamwambia, ya Ali, kuntu naraak wa anta fi batni ummik. We brought you up and you are in your mother's womb. Spiritualism kitu kingine. When you talk of God, na spiritualism ile state ya spirit ni kitu kingine. And you only get this when you have a higher. Antaabudu Allah kaannaka tarah, uipate maqamu al-ihsan. Ukipata maqamu al-ihsan, utapata muraqaba, utapata mushahada, everything would be clear. Ile yaqeen itakuwa kubwa sana kule, ile haqqul yaqeen wa aynul yaqeen. This is what people attained. Imam Jazuli attained these levels. He never just grew up like that. There was great mujahada that he did until the king was really, you know, the king had the people, and he saw that his popularity is diminishing. He aliona kwamba watu wake wamkimbia, watu wote waende kwa Imam Jazuli. He had to kill him. He could not kill him. He poisoned him. And the guy was poisoned. Kwa sababu wale walimwengu ulimwengu wameona kwamba this man amemaliza watu wote, msikiza yeye. Akafa. Kufa kwenyewe 70 years baada ya kufa, alikuja kufufuliwa mzima, akatukuliwa, akapelekwa Fez. Mpaka leo ile makam iko
mpaka leo iko makam. 70 years mwili wake umetoka uncorrupted, very clean. Vipi kaifa yakuluhu turabu, vipi mtanga utakula mwili wa mtu ambaye kwamba amejana mapenzi ya Mtume? Vipi mchanga, vipi mchanga utakula? And this is because of this salawat. These people are there to guide us. We need to follow them. And they are there from the time of Prophet Muhammad. Baada mtume ukenda katika kila mahali. And this is the greatness of Islam. Kila mahali utaona kuna great saint. Kwa nini iwe hivyo? Ni coincident? Ni accident? No. Ni plan ya Mwenyezi Mungu. Hawa ndio watu wa kuongoza watu. Imam Abu al-Hasan al-Shadhili alikuja, alipotoka Tunisia alikwenda Masri. He went to Egypt. When he went to Egypt, some scholars were envious. They went to the king. They said, there's a great man coming here. This one is going to corrupt. Your rule, your kingdom will disappear. When he reached, when he arrived, some peasants went to him. They had a problem with the king. Their animals were taken. So he went to the king. The first thing, he went to the king. I've come here. There is a problem. These peasants, their animals have been confiscated. Please give them. I said, but you have a case to answer. Before I do anything, I have a case with you. I'm going to arrest you. I'm already told about you. Minshaambiwa wewe. Abu al-Hasan Shadhili alipotoka Tunisia kuja Masri, amekwenda pale, akifika wale ambao kwamba ni wakulima wamechukuliwa wanyama wao, wakaenda kwanza wakamwendea pale pale. Yeye Abu al-Hasan Shadhili alikwenda kwa mfalme. Alipokwenda kwa mfalme, mfalme ambaye wewe kwanza una kesi hapa, mimi nishaambiwa habari zako wewe. Akamtia ndani. Ile kuja kumshika tu, Abu al-Hasan Jadhili alimsomea hizbu Nasri yake, wakala Musa, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi. Akaisoma yote. Pale pale ule mfalme alianguka. Hana mkono, hana mguu, ameposa fahamu. Akatoka. Wale mawaziri wakija, kuna mkaza kaza, wakenda wakamwangukia. Bana, rudi bana, kwesani yako, msamehe. Akakubali. Akirudi akainua mikono, lau aksama ala Allahi la abarra. Wakiinua mikono hawakuisha maneno, pale pale ule falme aliinuka mzima. Akasema, bana, falume ni wako wewe. Leo ufalume ni wako wewe. Kutoka leo wewe ndio mfalume. Akaambia, mimi si mfalume. Mfalume ni wewe. Na wewe sisi tutakupeleka kwa njia ya sawa. These people wamekuja wakaonyesha uadilifu. Hawakuja kukusanya mali. Hawakuja kufanza nini. They worked for the people. They are with the people. They were there to guide the people. And everywhere you'll see adharih. Ukenda Masri utaona Sayyid Ahmad al-Badawi. Ukenda kwa Abbas al-Mursi. Ukenda kwa Busiri. Ukenda kwa nani? Ukenda kwa nani? Ukenda Sham. Ukenda Iraq kuna Sayyid Abdul Qadir Jilani. Ukenda wapi? Kila mahali. Everywhere there is adharih. This is not an accident. It's not a coincidence. These people strived for the people. They worked for the people. These are the great Sufis. And 90% of the Muslims is because of the Sufis. In this particular world, it's very, very important. People have forgotten. We have got very big homes.
big houses, but we don't have homes. We have got big houses, but we don't have homes. You see a house, four or five brothers communicating in WhatsApp in the same house. People have no time. People have no time. We have got very big screens, but a very slow processing mind. They have no time. The time people have, the good people, is just to perhaps to say the five prayers. There is no time for dhikr. There is no time for salawat. You should keep time for these things. Otherwise, this world would be nothing. We have to follow these people. We see how they spend their time. Said Abdullah bin Hussein bin Tahir, he saw one of his students. He saw his house is above all the houses, and the room that he lived was higher than the other rooms. I said Abdullah bin Hussein bin Tahir, Sahibul Masila, asked his student, how did you attend this? He said, when I built this house, I made sure that it was clean money. And this house, there would always be visitors. And my arham and my people would always come. And in each house and in each room, I've recited Quran, khitmah in each room. And the room that I lived, every day I have khidmah. Just imagine the house. These are the people. The great scholar, Mwenye Bahsani, before he died, 40 days before he died, every day he would recite khidmah in his grave. He did his grave. And he went there every day for 40 days. And the 40th day, he died. This is how people strive. This is how they attained. These people have not died. They are with us. They are just transformed from one area to another. When we are here, you remember that we are in a great place. These are the great people. And when you pray, when you ask God, God will listen to you. Inna Allah qareebun min al-muhsinin. God is very, very close to the good people. There is so much to be said about these people. There is so much to be said. Time is not with us. And I'm very sorry. I've taken more than what I've been told to. And from here, I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. We have been presently in the street. The teachings are quoted from various Muslim scholars and Muslim leaders. Alhamdulillah, I hope the congregation will really stand for the very benefit of you have given us in terms of guidance. That's why Dr. Zawakati, Shira Monika, Imam Mahdi Hidayat, Imam Muhammad Harun, Azubi Prabhu Akhidu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم مجھے اس آیت مقدسہ کے تعلق سے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی مولا توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آج ہم اور آپ اس جگہ پر اس لیے جمع ہوئے ہیں، حضرت شیخ ابو محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرنے کے لیے. آئیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اس سے پہلے آپ حضرات سب مل کر بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ الکریم مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ آج ہم دلال الخیرات اور صاحب دلال الخیرات کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے، تو آئیے حسب عادت سب سے پہلے میں جو اپنی گفتگو کا آغاز کروں درود شریف کی فضیلت ہی سے سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں پیدا فرمایا، وہ جنت جہاں سکون اور اطمینان ہے، جہاں دل گھبرا نہیں سکتا، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں. اللہ اکبر، اس جنت میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تنہا تھے، اکیلے تھے، اللہ اکبر، انہیں کوئی ساتھی چاہیے، کوئی ہم سفر چاہیے، اللہ اکبر. اور یہ اضطراب اتنا شدید ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے معروضہ پیش کر دیا، مولا تیری جنت بہت حسین ہے، مولا تیری جنت مجھے قبول ہے، لیکن مولا اس میں تنہا نہیں بلکہ کوئی میرا ہم سفر ہو، کوئی میرا ساتھی ہو جس سے میں بات چیت کر سکوں. اللہ اکبر، جب حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسری سے ہماری مائی حوا کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علی نبی جن علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے سرحانے اپنے سر کے پاس ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پایا، اللہ اکبر، تو آپ ان کی طرف بڑھے اور ان سے کچھ باتیں کرنی چاہی، انہیں ہاتھ لگانا چاہا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آدم ابھی رکو، رک جاؤ آدم وہیں پر، اگر تمہیں ان سے بات کرنا ہے، انہیں چھونا ہے تو اے آدم پہلے تمہیں ان کا مہر ادا کرنا ہوگا، پہلے
इनका मेहर अदा करना होगा, फिर तुम इनके करीब जा सकते हो, इन्हें छू सकते हो। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में फिर मारूजा पेश किया, अर्ज किया, मौला इनका महर आखिर क्या है? तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, अगर तुम इनके करीब जाना चाहते हो, इन्हें छूना चाहते हो, तो सुनो, इनका महर यह है कि तुम मेरे महबूब पर, मेरे हबीब पर 10 मरतबा या 17 मरतबा दुरूद मुबारक भेज दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा और तुम इनसे बात कर सकते हो, तुम इन्हें हाथ लगा सकते हो, इन्हें छू सकते हो। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जो उर्दू समझ रहे हैं वो गौर से सुने। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर ये क्यों हजरत आदम से कहा कि तुम 10 मरतबा या 17 मरतबा दुरूद भेज दो। रब तबारक व तआला ये भी कह सकता था, ऐ आदम, तुम 10 मरतबा अल्लाह अकबर कह लो या 17 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लो, तुम मेरी हम्द व सना, मेरी तारीफ कर लो, माई हव्वा का महर अदा हो जाएगा। लेकिन रब ने, आप हदीस उठाकर देखें तो ये कहीं नहीं मिलेगा कि रब ने ये फरमाया हो कि तुम मेरी हम्द व सना करो, बल्कि रब ने यही इरशाद फरमाया कि तुम 10 मरतबा या 17 मरतबा मेरे हबीब पर, मेरे महबूब पर दुरूद भेज दो, माई हव्वा का महर अदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये क्यों पढ़वाया गया? अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये पढ़वाया, उलमाए कराम फरमाते हैं, ताकि उन्हें पता चले जो दुरूद के मुनकिर हैं, जो दुरूद के, दुरूद व सलाम के मुनकिर हैं, उन मुनकिरों को पता चले कि अगर वो दुनिया में आए हैं तो दुरूद के सदके में आए हैं, इसलिए कि अगर आदम दुरूद ना पढ़ते, माई हव्वा हलाल ना होती और ये हम लोग दुनिया में ना आते, हम लोग दुनिया में ना आते, तो ये दुरूद की बरकत है कि हम दुनिया में आए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा, माई हव्वा उनके लिए हलाल हुई। अल्लाह अकबर। दुरूद इतना बेहतरीन वजीफा है, इतना बेहतरीन अमल है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जजूरी रहमतुल्लाह ताला ने जो दलालुल खैरात तसनीफ फरमाई है, अल्लाह अकबर, इसमें ऐसे ऐसे दुरूद हैं, अल्लाह अकबर, पढ़कर ईमान में ताजगी आती है, ईमान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर किसी को इज्जत चाहिए, मकाम चाहिए, बुलंदी चाहिए, अगर उसे वलायत का मकाम हासिल करना है, वो दलालुल खैरात शरीफ को पढ़े, उसे वलायत का मकाम मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। दुरूद मुबारक इतना बेहतरीन अमल है, मैं आपको बताऊं, इससे सिर्फ हमारी ही बिगड़ी नहीं, इससे सिर्फ तुम्हारी या हमारी बिगड़ी नहीं बनती है, बल्कि फरिश्तों की बिगड़ी बनती है दुरूद मुबारक के सदके में। अल्लाह अकबर। कि आपने ये वाकया नहीं सुना, हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर, कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आज एक ऐसे मकाम से गुजर हुआ, एक ऐसे ऐसी जगह से गुजर हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोहे काफ के रास्ते पर था कि मुझे रोने की आवाज सुनाई दी, कोई रो रहा है, कोई गिरिया गुजारी कर रहा है, कोई तकलीफ ज़दा है, वो सिसकियां ले रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब उसकी तरफ बढ़ा देखने के लिए कि कौन है जो इतनी दर्दीली आवाज में रो रहा है, इस तरीके से रो रहा है, अल्लाह अकबर, ये कौन कह रहा है? मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर हजरत जिब्रील अमीन कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसके पास पहुंचा, तो मैं देखा वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया था कि वो अर्श पर एक तख्त पर बैठता था और उसके इर्द गिर्द 70
70,000 فرشتوں کا مجمع ہوا کرتا تھا, قطاریں ہوا کرتی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اس گھاٹی میں دیکھا اور اس کی رونق نہیں تھی, اس کے پروں کو چھین لیا گیا تھا, اللہ اکبر, اس کی چمک کو چھین لیا گیا تھا اور اس گھاٹی میں اسے پھینک دیا گیا تھا. وہ فرشتہ تھا جو عرش پر تخت پر بیٹھا کرتا تھا. اللہ اکبر, حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اس فرشتے کی طرف بڑھا اور اس سے اس کے حال کو پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے, یہ تیری کیفیت کیسے ہوئی, یہ تیری حالت کیسے ہوئی, تو عرش پر ایک تخت پر بیٹھا کرتا تھا, تیری یہ شان تھی, تیری یہ عظمت تھی, تیری یہ بلندی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر, تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے جبریل امین, اے سید الملائکہ, اے طاہر سدرہ, اللہ اکبر, میری کیفیت یہ اس وجہ سے ہوئی, میری حالت اس وجہ سے ہوئی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر جا رہے تھے تو میں فرشتوں کے زمرے میں تھا, میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے خاطر میں اٹھا نہیں, میں بیٹھا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند نہ آئی اور میرے پروں کو رب نے چھین لیا, میری رونق کو چھین لیا, میری عزت کو رب نے لے لیا. اللہ اکبر, آپ میرے لیے دعا فرما دیں. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے اور حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہے ہیں, یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا مجھ سے اس فرشتے سے ملاقات ہوئی. اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب اس نے یہ ساری چیزیں مجھ سے بتائی اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ آپ سید الملائکہ ہیں, آپ میرے لیے دعا فرما دیں, آپ میری بخشش کی دعا کر دیں کہ پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رونق عطا فرما دے, وہی عزت عطا فرما دے, پھر وہی بلندی عطا فرما دے, پھر وہی مقام عطا فرما دے. حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, جب اس فرشتے نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے رب کی بارگاہ میں عارضہ پیش کیا, میں نے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا, میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا. اللہ اکبر, تو رب کی طرف سے یہ ندا آئی کہ اے جبریل, اگر اس فرشتے سے کہہ دو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے پھر وہی مقام مل جائے, وہی عزت مل جائے, وہی بلندی مل جائے, پھر وہی شہرت مل جائے, تو اسے کہو وہ میرے محبوب پر کثرت سے درود بھیجے, پھر میں وہی مقام عطا فرما دوں گا, پھر وہی بلندی عطا فرما دوں گا, پھر اس کی وہی شان عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر, جب حضرت جبریل امین نے یہ پیغام رب کی طرف سے سنا تو اس فرشتے کو یہ خوشخبری سنائی. اس فرشتے نے جیسے ہی یہ پیغام سنا اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود مبارکہ بھیجنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں جیسے ہی اس نے درود مبارکہ پڑھنا شروع کیا اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسے وہی رونق عطا فرما دی, وہی عزت عطا فرما دی, پھر اسے اٹھا کر وہی عرش پر اسی تخت پر بیٹھا دیا. اللہ اکبر, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور کے ماننے والے, حضور سے محبت کرنے والے, میں آپ کو آج یہ پیغام دوں گا. اللہ اکبر, یہ دلال الخراج شریف اتنی معتبر کتاب ہے, اتنی بہترین کتاب ہے. اللہ اکبر, اسے تمام سلاسل کے علماء اکرام نے اور تمام سلاسل کے بزرگان دین نے اسے پڑھ کر مراتب حاصل کیے, مقام حاصل کیے. اس میں ایسے درود ہیں اللہ اکبر کہ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل بروز قیامت میں تم سے مصافحہ کروں تو مجھ پر تم کثرت سے درود مبارکہ بھیجو. اللہ اکبر, ہم سے اور تم سے کثرت نہیں ہو سکتی. آپ چاہے 70 سال یعنی بچپن سے لے کر 70 سال 80 سال تک پڑھتے رہیں پھر بھی کثرت نہیں ہو سکتی, لیکن حضرت امام جمہور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ایسے درود لکھ دیا ہے, اللہ اکبر, ایسے جملے لائے ہیں جس سے کثرت ہوتی دکھائی دیتی ہے. اللہ اکبر, حضرت امام جمہور رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں کیسے درود و سلام پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ اکبر, اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار حقیقی, اے میرے معبود برحق, درود نازل فرما اس پیغمبر پر
سمندر کے قطروں کے برابر. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں اے میرے مولا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرما, درود و سلام نازل فرما. کتنا درخت کے پتوں کے برابر, اس سے بھی زیادہ جتنے آسمان میں تارے ہیں. اللہ اکبر. اس طریقے سے اپنے جملوں میں کثرت درود کو پیش کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم اتنا درود ایک دن میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں حضرت امام جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ, مولا اتنا درود بھیج جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, یا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود مبارکہ پیش کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں. اس طریقے سے اپنے جملوں سے یہ درود مبارکہ کی کثرت کی ہے. اللہ اکبر. ہم ایک دن میں کتنا درود مبارکہ بھیج سکتے ہیں اگر ہم اس کتاب کو پڑھیں, اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا اس کتاب کو پڑھو, اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں, ایسی ایسی دعائیں ہیں, ایسے ایسے درود ہیں اللہ اکبر جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی دعا ہے کہ مولا میرے سینوں کو کھول دے, مولا میری بگڑی کو بنا دے, مولا ہمارے غموں کو دور فرما دے, مولا ہمیں سکون عطا فرما دے. اور کیسے دعا کیے ہیں, پہلے بھی درود پڑے ہیں اور آخر میں بھی درود پڑے ہیں اور بیچ میں دعا کو لائے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے. جس درود جس دعا کے اول اور آخر میں درود نہ بھیجا جائے. حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کیسا بہترین تحفہ دیا ہے کہ شروع میں درود بھیجا, آخر میں درود بھیجا, بیچ میں دعا کی تاکہ وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, مقبول ہو جائے. تو اگر آپ اگر مقام چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, اگر تمام غموں سے چھٹکارا چاہتے ہو, تو اس درود مبارکہ کو, اس کتاب کو اپنے زندگی میں ڈالو, اسے پڑھنا شروع کر دو. انشاءاللہ تعالی تمہیں عزت ملے گی, تمہیں بلندی ملے گی, تمام دکھ اور درد دور ہوتے نظر آئیں گے. ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھنے کی برکت یہ ہے, اللہ اکبر, حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سمندر کے قطروں کو تو گن سکتا ہوں, میں درختوں میں جو پتے ہیں انہیں گن سکتا ہوں, زمین میں جو ذرے ہیں مولا میں انہیں تو گن سکتا ہوں, اللہ اکبر. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کا کوئی ماننے والا, آپ سے محبت کرنے والا, آپ سے الفت رکھنے والا, اللہ اکبر, جب ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے, اس پر اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ میں ان رحمتوں کو, ان برکتوں کو نہیں گن سکتا. آپ ذرا اندازہ لگائیں. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا, یہی درخواست کروں گا کہ آپ دلال الخراج شریف کو اپنی زندگی میں لائیں, اسے پڑھیں, اور اسے آپ اگر زندگی چاہتے ہو, اگر آپ برکت چاہتے ہو, اگر آپ سکون چاہتے ہو, تو اس کتاب کو آپ پڑھنا شروع کر دو. اور میں مبارکباد دوں گا ہمارے خلیفہ عمر نورانی صاحب اور جو اس دلال الخراج شریف کو جاری رکھے ہیں, تمام ان رفقا کو, تمام ان محبان دلال الخراج شریف کو, کہ وہ مبارکباد کے لائق ہیں جو اس ممتازہ کی سرزمین پر اس دلال الخراج شریف کو جاری اور ساری رکھے ہیں. اللہ اکبر. اور الحمدللہ جامع ہدایہ مسجد میں بعد نماز عشاء روزانہ دلال الخراج شریف پڑھی جاتی ہے. تو میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ شرکت بھی کریں اور اسے پڑھیں. اگر آپ بلندی چاہتے ہیں, مقام چاہتے ہیں, عزت چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, گھر میں برکت چاہتے ہیں, آپ اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہیں, تو درود پڑھنا شروع کر دیں, درود مبارکہ کا ورد کرنا شروع کر دیں. اور محبت کی, جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے, جو سب سے پہلا زینہ ہے, وہ ہے درود مبارکہ. اگر حضور سے آپ محبت اور الفت کرنا چاہتے ہیں, حضور سے کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں, تو درود مبارکہ پڑھیں. درود مبارکہ سے آپ کا ایمان بڑھے گا, آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود مبارکہ بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. درود کے تعلق سے تو بے شمار
احادیث مبارکہ ہیں. اللہ اکبر اس کے لیے وقت ہونا چاہیے اسے بیان کرنے کے لیے. بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ سمجھیں اور عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی اور پکی عقیدت و محبت کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا اگر اس میں کسی قسم کی بھول ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. Mwomba Minta mwomba mtoto wake, mtoto wa Sheikh Harun, Sheikh Muhammad Amir Abdani, aje atoe hizi zawadi kwa niaba ya Sheikh Harun. Sheikh Muhammad Amir Abdani, please. Zawadi ya kwanza, tunuku ya kwanza inaenda kwa Sayyid Sharif Khatab Khalifa ambaye ndio anaendesha hii jahazi yetu ya Dalailul Khairat. Sharif Khatab, na ya pili si mwingine ila ni spika wa bunge yetu ya Dalailul Khairat, Ustaz Sheba, please. Takbir. Hawa ndio wanaendesha kwa hakika majlis ya Dalailul Khairat. Ya tatu, ambaye amekataa kuja hapa lakini ni wajibu kwangu kumtaja, yeye amekataa kuja lakini ni Mehbub Saleh. Mehbub Saleh ni nguzo moja ambayo haitaki kuonekana lakini ndio nguzo. So bwana Mehbub, ukataa kuja lakini pia shakutaja, asante, pole, shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
kuwaadhimisha. Amewaadhimisha viumbe vyake wafunge, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hafungi. Amewaadhimisha viumbe vyake waende haji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hafanyi hija, isipokuwa katika mawadhi'aini. Mambo mawili peke yake ndio Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kumwamrisha nayo mwanadamu, na kabla ya kumwamrisha nayo mwanadamu akaweza kuyatekeleza yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza katika sura Ali Imran aya ya 18, Allah subhanahu wa ta'ala asema, shahida Allahu annahu la ilaha illa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametangulia kunifanya kabla ya kuamrisha viumbe vyake walifanye ni shahada, ni kalimatu tauhid, na hii yaonyesha uzito wa kilima kama hichi. Jambo la pili na ndio jambo la mwisho, utapata tena jambo lingine ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amewaamrisha waja wake akawa yeye ni wa kwanza kutangulia kulifanya jambo kama hilo katika suratul Ahzab aya 56. Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Ya kuwa Allah na malaika wake wanamswalia an-nabi. Hii ndio amri ya pili ambayo kwamba aliweza kuitekeleza Allah, kisha baada ya yeye kuitekeleza akawaambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, ya kuwa sisi waumini tuweze kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Na hii ikidulisha kitu, yaonesha ukubwa na adhama ya mambo haya mawili, nayo ni shahada na jambo la as-salatu 'ala an-nabiyyi sallallahu 'alayhi wa sallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe ameanza kumswalia Mtume Muhammad sallallahu 'alayhi wa sallam toka katika 'alam an-nubuwa, 'alam ash-shahada, katika ulimwengu wa unabii. Na Mtume alipoulizwa mata kunta nabiyya, ulikuwa lini nabii, akajibisha wa adamu munjabirun fi tinati, na Adamu yuko katika udongo, mimi tayari ni nabii. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kumswalia Mtume toka katika adamu nubuwa. Na amri iliyokuja hapa ni amru al-haqiqiyyu bi ma'na al-wujub. Amri zinapokuja katika jambo huwa ni amri mbili, ni amru al-haqiqiyyu bi ma'na al-wujub ama amru al-majaziyyu bi ma'na al-istihbab. Amri ya uhakika kwa maana ya lazima kumswalia Bwana Mtume Muhammad, ama amri ya majazi ya kuonesha yapendekeza kumswalia Mtume Muhammad. Lakini amri iliyokusudiwa hapa juu ya Bwana Mtume Muhammad, kwa kuwa Allah ndo analitangulia jambo kama hili, na Mtume akasema radhiba anfu mri'in dhukirtu indahu falam yusalli alayya, ameangamia mtu ambaye kwamba nitatajwa mbele yake na asinisalie. Yaonyesha uhakika ya kuwa amri kama hili ni amrun haqiqiyyun bi ma'na al-wujub, ni lazima na ni lazima kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wa Islam, as-salatu ala an-nabi ni sababu dukhul al-janna. Swala ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya kuingia peponi. Apokea al-Imam Dailami kupitia sahaba Anas bin Malik ya kuwa, idha kana yawmul qiyamati jaa ashabul hadithi bi aydihimul mahadi, siku ya kiyama watu wa hadithi wa wale wapokezi na waandishi wa hadithi watakuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi aydihimul mahabiru
limeshika zile mbawa walizokuwa wakiandikia. Allah subhanahu wa ta'ala atamania Sayyiduna Jibril alayhi salam aliyatiahum wa yasaluhum manu, awajilie wale mabwana awaulize ni kina nani. Wallahu a'lamu bidhal, na Allah analijua hilo, wajua wale ni kina nani, lakini ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam atawajilia wale masahabu alhadith, atawauliza ni kina nani, wale mabwana watamjibu Jibril wakimwambia nahnu ashabu alhadith, sisi ni watu wa hadithi. Basi fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala udkhulul jannata talama kuntum tusalluna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ingieni peponi maadamu nyie ilikuwa hamwachi kumswalia bwana mtume Muhammad. Hawaandiki hadithi an-nabi ila kinachomtangulia ni sallallahu alayhi wa sallam. Hawaandiki qala rasulullah ila kinachotangulia ni sallallahu alayhi wa sallam. Udkhulul jannata talama kuntum tusalluna ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ingieni peponi maadamu nyinyi hamkuacha kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wangu umeisha, lakini naomba kumalizia na kisa cha Sufyan Thawri, na hapa ili tupate kujua uzito wa swala ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nikimaliza kisa kama hichi nitaendelea na mambo. Sufyan Thawri ipo siku alikuwa haji, yupo katika tawafu, akamwona bwana yukthiru salata ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, analeta sala ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa wingi. Akamwambia, ya hadha tarakta tasbih alwarida huna wa tamassakta bisalati ala nabii sallallahu alayhi wa sallam, ewe bwana umewacha tasbih ambazo kwamba zimethubutu sehemu kama hii na umeshikana na swala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu katika tawafu ziko sehemu ambazo kwamba zimethubutu dua kutoka kwa bwana mtume alayhi salatu wa sallam. Hivi wewe umewacha zile dua na tasbih ambazo kwamba zimethubutu hapa, umeshikana na swala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Yule bwana akamuuliza Sufyan Thawri, wewe ni nani? Akamwambia, ana Sufyan Thawri, mimi ni Sufyan Thawri. Akamwambia, wacha nikueleze, inni kuntu haja ma'a wali, mimi ipo siku nilikuwa haji pamoja na babangu, fatuufi ya wali, kwa bahati mbaya ama bahati nzuri mzazi wangu akafariki. Baada ya kufariki, faswadda wajhuhu, uso wake ukapiga weusi wa giza, wantafakha batnuhu, tumbo lake likafura, wasrahbata ainahu, macho yake yakageuka rangi ya bluu. Yule bwana anamweleza Sufyan Thawri hali iliyompitikia babake walipokuwa katika haji, asema, faqultu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, faghadaytu, nikasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, kama ada ya mumin akipatikanwa na musiba, asema faghadaytuhu, nikamfidia. Fanamat ainahu, nikachukuliwa na usingizi, nikalala. Asema fadida biratu lila mara ajmala minhu, nikamwona bwana ambaye kwamba sijamwona mzuri mfano wake, wala anwafa thauba, wala sijamwona mtu mwenye nguo nadhifu kumliku, wala atyaba riha, wala sijamwona mtu anayenukia vizuri kumliku. Asema famasaha ala wajhi abi fasara abyadha min al-laban, akapangusa mkono wake katika sura ya babangu, sura kama ile ikawa ni nyeupe mfano wa maziwa, sura ambayo kwamba ilikuwa ni nyeusi na weusi wa giza imegeuka kuwa nyeupe mfano wa maziwa. Thumma masaha ala batni, asema kisha akapangusa katika tumbo lake, faada kama kana, tumbo likarudi kama lilivyokuwa. Yule bwana akamuuliza, man ant, ni nani wewe? Akasikia sauti ya mjibu, ana Muhammadur Rasulullah, ana Muhammadur Rasulullah.
anasema wako wapi wenye kumlaumu Zuleikha, lau wangemwona Mtume alayhi salatu wassalam wangezikata nyoyo zao badili ya kuikata mikono yao. Na ikiwa amemwona mtu mzuri wa ajabu, kwa nini asiwe ni mtume? Na ikiwa ni nadhifu wa ajabu, kwa nini asiwe ni Mtume Muhammad aliyetuambia al-islamu nadhifu fatanadhafu fa innahu la yadkhulu jannata illa man. Na ikiwa amemwona mtu ananukia manukato mazuri, kwa nini asiwe ni Muhammad? Kwa sababu hakupatikani harufu ila iwakumbukwa Mtume Muhammad. Inna tibi yufkaru ahmad ya man bahatha an uturi jamilu liyakun atruka fi al-anami nasima hadli bi an uhudika atran fatira wa huwa dawau idha khatawta sadima huwa qawlu rabbul khalqi fi qur'anihi sallu alayhi wa sallam. Anasikia sauti ya Nabii, ana Muhammadur Rasulullah, mimi ni Muhammad mtume wa Allah. Kana abuka kathira al-maasi, babako alikuwa ni mwingi wa maasia. Ghayra annahu kana yukthiru salata alayya, isipokuwa yeye alikuwa anafanya wingi wa kunisalia. Falamma nazala bihi ma nazala, yalipomshukia yaliyomshukia, istatatani alitaka msaada, faadaftuhu nikamsaidia, wa ana ghiyadhun liman yukthiru salata alayya fi dari dunya, na mimi ni msaidizi mkuu wa yule mwenye kufanya wingi wa kunisalia katika hii nyumba ya dunia. Allahumma salli ala alhabibi Muhammad waj'alhu shafi'ana bi fadli dawlatihi wa laqad alimtuka ni'ma mutafadhila wa idha da'awtuka fastajib li sayyidi sallu ala man kallamat وبمعده كفت البيين الصاع والجد حن له وما الاجدار بارق منا انفسا وفهوما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد شفى بالريب عين الضرير ونفخ الصديق واعاد طعم الماء مثل رحيق ان مج فيه العنبر المختوم صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على من قد رأى الرحمن بالقلب بل بالعين منه عيانا من طاب او ادنى قريبا كان فخذ الفوائد واحذر التجسيما صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين نهبا تمكسنيكا تكبسنيكيا ونكوى اما القعم من تمكيا صلى يا ونكتب محمد صلى الله عليه وسلم. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishie thawabu zote za swala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zilizopitika katika sehemu kama hii. Na mtaribia radhi maashara muslimin, anapoelezwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tena tuko katika hawa nyingine, wakati tumupitisha, lakini tuomba mtusame. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya kamati na usimamizi wa kitabu cha Dalail al-Khairat ambao wameungwa msikilizaji aliongozwa na ambaye mwalifa wenye kitabu cha Dalail al-Khairat ndugu Sheikh Omar Nurani, kutoa shukrani ambazo hazina budi na zimoto shukuru kwa kuvumilia kuketi mpaka sasa na hakutupa wakati wenu, bali imekutegeza wakati wenu kwa kuwasharafisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile kushukuru wasimamizi wa hodi kamili akina Mabosi Mbadala, wao wanao vitolea kwa sababu ya kumsaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hawataka malipo yoyote ambayo kawaida wa hodi wajua wamekodishwa, lakini nao vitolea kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na shukrani kwa madrasa ambao kwamba wamehudhuria na hasa madrasa ya Arqam ambao wameongoza katika sita na madrasa nyingine tulioona pale katika Madina katika Suleiman, na kama kuna madrasa nyingine tulioona pale kama Mkadam pia ni siku moja zuteli yote madaris wamehudhuria, na wale ambao kwamba walisimamia kwa baada ya sala ile tabaru na vile vile kurekebisha madarasa na kila kitu, na alitolea mapambo ni siku nao awapambe kama namna alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yote haya ni katika kujitolea kwa sababu ya kumfurahia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwisho kabisa hivi sasa tuletu chakua amepiga simu kusema kwamba asifika sana hakuwahi kuja na alikuwa na hamu sana na alipokianikia hii Dalail al-Khairat kila baada akianika, lakini imetokea dharura ambao mahala mwenayo ameshindwa kusikilia. Kwa hivyo atuwaudhu na pia kwamba mwombee Mungu na yeye kuko na sisi ya kukua kufika, lakini ikuwa na hamu sana ya kufika mahala. Na mwisho kabisa Khalifa Omar Mawlana alikuja kuniambia kwamba hivi vitabu zilizokuja hapa wapewe madrasa ya hapa hizi vitabu zilizokuja hapa, na yeye si mmoja kwani Khalifa Omar Mawlana amekwamba yeye asema kwamba hivi vitabu zote wapewe madrasa hata ili wasome katika madrasa kila siku na wakati wanaangalia wao. Yeye ndio anazungumza, lakini kama anayuko wewe kwa niaba yake asema kwamba hizi vitabu wapewe Arqam na msimamizi wa Arqam huko hapa Faus Sharif Faus Alaaaradi, lakini kisha nizirudi zipigwe muhuri zote zitabu zipigwe muhuri wapani wafu na zitabu hizi haziuzwi wala haziazimu na wapangine tabake pale pale madrasa, na kila siku wanafunzi wasome wapange wakati maalum wa kusoma Dalail al-Khairat. Hakuna neema kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo zawadi kama hizi tunamshukuru, na mimi kama msimamizi wa madrasa namshukuru Omar Nurani Khalifa wa Dalail al-Khairat kwamba amejitolea neema kama hii kutia katika madrasa. Kisha akasema kwamba inaonekana kila mwezi, maanake huwa kuna Jumapili ya kwanza ya mwezi ya kizungu, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa kizungu huwa kuna kuhitimisha kale kidaa kila mwezi siku ya Jumapili ya kwanza. Kwa hivyo aomba kwamba wanafunzi wa Arqam watano peke yake wahudhurie, hata kama tutahitimisha kila mwezi bara ni hawa, lakini watano peke yake wawe watahudhuria kila
ijayo baada hii Jumapili nyingine itakuwa ni kuhitimisha kila Jumapili. Kwa hiyo mwezi huu baada ya Jumapili hii hiyo ingine tunahitimisha. Mwenyezi Mungu awafikie inshallah taala, kahawa kufika na tumefahamu inshallah taala na taufiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.